يقول السائل: رجل عنده فوائد ربوية كثيرة جدا تخلص منها كالتالي: بعضها للفقراء، وبعضها أقرضته على أن يرده المقرض له بالتقسيط ويعطيه للفقراء، وبعضه اشترى به كتب وأشرطة ولوازم لمكتبة المسجد، فما حكم هذا العمل؟ لا بد من التخلص منه كله بوضعه في المشاريع العامة، المشاريع العامة كبناء دورات مياه للناس أو إصلاح طرق يمشي الناس معها. أما شراء الكتب، الكتب تنزه عن الكسب هذا، فيدفع بدل ما اشترى يدفعه للفقراء. وجميع الفوائد الربوية يتخلص منها، لا يبقى عنده منها شيء، يضعها في المشاريع العامة، ولا يضعها في يبني بها مسجد ولا يشري بها كتب. القربات والطاعات لا يصرفها فيها. نعم.